وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج برا الملعب. اليوم ضيفنا هو مواليد 2/2/2003، برجه برج الدلو. بلش بعمر صغير مع نادي الوحدات وأثبت جدارته. اليوم خلينا نتعرف على مهند أبو طه برا الملعب، نشوف كيف كانت بداياته وشو هواياته. خليكم معنا. احنا هلأ موجودين بملعب كلية التربية الرياضية يلي كان كابتن مهند اغلب اوقاته يتمرن فيه بالبدايات، صح؟ صحيح. احكي لي عن هذا الملعب، ايش بيعني لك ومتى كنت تجي هون؟ اول اشي بداياتي كانت مع نادي الوحدات. رحت وانا عمري 12-13 سنة. حلو. اول ما روحت اول مرة رفضوني فيها، حكوا لي بترجع السنة الجاي. اوكي. فأنا ما أخذتش بالحكي تبعهم، بس رجعت بعد شهر تقريبا. يعني ضليتك مصر ما تأثرت؟ ضليت مصر. رحت وثاني مرة وافقوا. أوكي. إنهم يأخذوني معهم. فإجى علي كان الكابتن مصطفى المحسير والكابتن نضال الشملتي كانوا يدربونا يومها. إجى علي الكابتن مصطفى صار يقول لي أنت أجيت عنا قبل هاي المرة؟ قلت له آه، بس كانت الصالة كنا نتدرب بصالة وكانوا كثير ناس يجوا يفحصوا هناك. أوكي. فصرت أقول له أنت روحتني. قال لي أنا روحتك؟ أنا نفس اللي روحتك. بقول له أنت اللي روحتني. بقول لي أنا آسف حقك علي. آه. وعطيته رقم أبوي يومها، كنت صغير. آه. بداياتي كانت مع الوحدات زي هيك وطلعت وهذا. طب احكي لي قبل ما تبلش مع الوحدات، يعني وأنت صغير كنت تتابع محلي وكنت تشجع الوحدات، صح؟ بالضبط. وحبيت إنك اوكي وحبيت انك تحقق طموحك وتروح تلعب لنادي الوحدات. طموح اهلي برضه كانوا حابين انهم يودون على الوحدات. طيب متى اول مره مسكت كره قبل ما تروح على نادي الوحدات؟ يعني قد ايه كان عمرك صغير؟ اول مره طبعا وانا صغير، بس قبل ما اروح لنادي الوحدات ابوي كان يودينا نلعب كره انا واخواني الصغار. وين كنت تلعب؟ كثير بالحاره وهيك. بالحاره. وكنا نروح على الحديقه وكنا نروح على مدارس، في مدارس عندنا بمحل ما انا كنت ساكن. اوكي. كنا هناك نروح نلعب. طيب مين اكتشف موهبتك بين اهلك؟ ابوك يلك؟ ابوي. اوكي. ابوي. طيب هلا نحكي مثلا اول ما بلشت لعب من بين هاللاعبين، من مين كان عندك شويه تخوف انك تلعب ضده؟ اول ما بلشت لعب بالفريق الاول صراحة ما كنتش أخاف من حدا. أنا كنت بس حاطة بعقلي إنه كيف بدي أثبت حالي. أوكي. كيف بدي أدي كويس جوا الملعب. أما إنه أروح وأحكي إنه هذا الخصم قوي وبدي أخاف منه، لا، هاي ما كانت عندي. ما كان عندك موجود. أنا بس كنت أولها إنه بدي أثبت نفسي، والحمد لله يعني أثبتت حالي الحمد لله. طيب تحضر عالمي؟ عالمي يعني شوي. مين بتشجع؟ كنت برشلونة، بس أصحابي خلوني أحول. لا إيش حولت؟ مدريد. من برشلونة لمدريد؟ والله أنا ما مش عنصري يعني إنه برشلوني، خلاص بضلني برشلوني. خلاص بتحب اللعب الحلو. اللعب الحلو. طيب مين نحكي مثلا المثل الأعلى لك من اللاعبين العالميين؟ مين بتحب لعب؟ هسا في عندك ميسي وكريستيانو أكبر مثال. ميسي لاعب طبيعي، يعني انولد بطبيعته لاعب موهوب من ربنا. خلص. كريستيانو اذا بدك تيجي لكل اللعيبه بتمنوا يصيروا او بتمنوا يكون عندهم الطموح يلي كان عند كريستيانو، انه كريستيانو سوى حاله بحاله. طيب هلا لو كان بايدك تحدد رقم الكلر تبعك، شو كنت بتختار رقم؟ الرقم؟ شو بتحب رقم؟ خلص مدام اخذت 6 خلص بضلني على 6، حبيته خلص. يعني لو كان مثلا انت بدك تحدد الرقم، شكرا. احدد هسه انا بالفئات الرقم 10 فبضلني 10 خلص. كنت احبه كثير. يعني ما عندك مشكله كثير بالارقام؟ لا لا، ما تتعود على اللي تاخده. بعدين انا طلعت على الفريق الاول اخذت رقم 6 كثير كويس. يعني صعب ما تلاقي انك تاخذي رقم من 1 لـ10. صعب انك لما تطلع على الفريق الاول وانت لاعب صغير صعب انك تاخذي الارقام هاي من 1 لـ10. فانا اخذت رقم 6، كان مع خالي باسم. حلو. بالفريق الاول. طب لو كنت انت غير لاعب كره قدم، يعني ما فتت على مجال كره القدم، ايش ممكن بتحب تكون؟ يعني اكمل الدراسه. وين يعني ايش بتشتغل؟ زمان
كنت لما وانا صغير لما كنت احكي لاهلي بدي اطلع دكتور بدي اطلع مهندس، فيش غير يا دكتور يا مهندس. بس هيك كنا واحنا صغار. انا كنت احكي بدي اطلع مس دائما. البنات بدي اطلع مس. ايوه. فلما الواحد يكبر وهيك، اذا انا ما كنتش بالرياضه يعني احتمال بدك تحكي يعني مش ما كنتش حاطة إشي والله صراحة، يعني مش كتير إشي ببالك. لا مش كتير، كنت لا. مركز على الرياضة لأنه من بس رياضة. أيوة بالضبط. نحكي من عمر صغير بلشت مع نادي الوحدات وهيك. بالضبط. كنت حاطة بس الرياضة. يعني ما كنتش حاطة ببالي إني أدرس إشي مثلا وأطلع إنه إشي ثاني. خلاص الرياضة ظلتني على الرياضة، وكان عندي طموح كبير كبير والحمد لله، يعني لسه قاعد بكمل طموحي الحمد لله. أنا لسه ما بديتش، أنا بالنسبة لي هيك لسه مش بداية. طيب أنت حكيتها لسه ما بديتش ولسه مش بداية، كيف شايف رأي الشارع الأردني بمهند أبو طه بأول مسيرته؟ يعني أنت منحكي لسه عمرك 20 سنة وأثبتت حالك بنادي الوحدة، كيف شايف رأي الناس فيك؟ إيش عم تسمع فيدباك؟ يعني إيش عم تسمع حكي من الناس؟ هسا الناس ربنا الله، يعني سواء كان من جمهور الوحدة ولا جمهور الفيصل ولا يعني احنا عم نحكي عن اداء صح. الجماهير الاردنيه كامله صح، حتى من جمهور الفيصل انا ترى بيبعثوا لي بيحفزوني كمان. طبعا جمهور الوحدات بحبوني وبيدعموني، يعني بعد كل مباراه بيبعث والله يعطيك العافيه وما قصرت، حتى لو خسرنا بس اذا كان في اداء جوا الملعب عادي بيدعموا اللاعب. طبعا طبعا. بس انه جمهور الوحدات بدهم اداء مع نتيجه صح، ما يعني مش بس انه اداء، بدنا نشوف نتيجه، بدنا نشوف اهداف وهيك. فهم بالنسبه لهم انه مهند ابو طه طلع هاي السنه وبين حاله، بدهم يستنوا منه المزيد. طبعا. وان شاء الله انا ما راح اقصر يعني. ان شاء الله. إن شاء طبعا الله. حكيتها، يعني مش شرط انه جمهور الوحدات لحاله اللي يشوف ادائك، يعني مثلا احنا بنحكي اكبر مثال ريال مدريد وبرشلونه، بنكون مثلا نحضر مدريد وبنحكي عن لاعب ببرشلونه انه اوف اداؤه شو مرتب. ايوه مزبوط. نفس الاشي عم بيصير معنا. صح. جمهور الفيصل اللي حرام يعني والله بيدعموا اللاعب الصغير ويعني بيدعموه. طيب آخر سؤال إلي، أيام المدرسة شو كنت تلعب رياضات؟ قدم، طائرة وسلة. طائرة وسلة ويد. حلو. طيب إيش أحسن إيش كنت أكيد بالقدم غير القدم؟ طائرة ولا سلة ولا يد؟ هسا اليد رحت مدرية. أوكي. منتخب مدرية على المدارس كاملة. كنت كويس. هسا لاعب كرة القدم بيلعب أي رياضة على فكرة. طبعا سهل عليه. طائرة أخذنا بطولة المدارس، يومها طلعنا على الجرايد. ما كان في لا فيسبوك، يعني ما كان في فيس وهيك، بس انه كانوا على الجرايد اكثر. الناس تهتم زمان يعني. مش انه بدي اقول لك ان انا قديم، لا لساتني يعني انا مواليد 2003 يعني صغير. العمر كله يا رب. فبقول لك انه كانوا ينزلوا على الجرايد، فانا لما كنت اشوف صورتي على الجريده كنت انبسط كثير. ايوه. اخذنا بطوله المدارس بالطائره، كنت كويس فيها بس نسيتها هسه. والسله بس بحصه الرياضه في المدرسه. طب بما ان السله بس بحصه الرياضه بالمدرسه، تروح نجرب نسترجع مهاراتنا بالسلة؟ نسترجع مهاراتنا بالسلة؟ تمام. يلا يلا بدنا نشوف. كابتن مهند كيف استعداداتك للسلة اليوم؟ نار ان شاء الله. قد ايه قلت لك كم هسه حميت وكل شيء؟ تمام. راح اجيب اهداف كثيره. طب قد ايه صار لك مش لاعب كره سله؟ من ايام المدرسه والله. يعني متى اخر مره لعبت؟ اي صف؟ بالأول ثانوي كانت آخر ثانوي. آخر حصة فيها رياضة هي كانت القاضية. طب كنت تعرف تلعب منيح ولا إنه عادي؟ لا كنت أمارسها كويس. هي والطائرة. طائرة كنت أمارسهم كثير كويس، بس هسا عشان بعدت عنهم وصرت أنا في مجال كرة القدم فنسيتهم. نسيت كل شيء. طيب اليوم خلينا نجرب نختبرك بالسلة. يلا. أوكي يلا نعمل تحدي أنا وياك. يلا. مع أني أنا كمان زمان ما لعبت سلة، بجوز أيام المدرسة يعني صف عاشر يمكن. طب يلا يلا نشوف. انا اجيت. يلا نجرب. بلشي. انا بقول قدمي عشان انت مش راح توصلي. قد ما احسن لك. يلا دورك. استرجع ايام المدارس. استرجع ايام المدارس. تعرف انه هاي اللعبه الوحيده اللي ما طلعت فيها بطولات مع المدرسه.
يعني الطائرة شاطر يعني. الطائرة طلعت فيها وخدنا بطولة المدارس وطلعت كمان كرة يد. حلو. وهي لا. لا هي لا. وهيك طلعت فيها شاطر. طبعا. يلا. يلا هاد دوري. قدمي قدمي انت قدمي. بالضبط. قريبة قريبة. يلا. قريبة. اسمع اعطيك خطة. اعطيني خطة. امسك الطابع. يلا ارميها هيك خلص. هيك ارميها وقتك تزبط. تزبط تزبط. يلا نجرب. والله قريبة. والله قريبة. ها حاولي. مهند يعني بعد ما فرجتنا شوي من مواهبك وطلعت شاطر فيها، احكي لي عمرك حضرت مباريات كرة السلة للدوري الأردني؟ السلة طبعا حضرت السنة الماضية لنادي الوحدات هون كانوا يلعبوا في هاي الصالة. اوكي. فأنا جيت عشان الأجواء كانت حلوة والجمهور وانت بتعرفي. انا ما بفهمش لا كرة سلة ولا بفهم بال بس اجيت اشجع. بس اجيت اشجع يعني ما بعرف شو بيعملوا ولا النقاط اللي بيعملوا انا ما مش فاهم شيء بس اجيت اشجع يعني انت فاهمه. بس كانت اجواء حلوه وهي كمان ممتعه يعني هجمه بهجمه وما فيها انه زهق فيها كلها حماس يعني اللعبه يعني من الرياضات اللي صراحه انه كثير حلوه. حلوه. يعني لما كان الوحدات مشارك بكره السله قد ايه هيك كان الجو حلو وجود الجماهير والتشجيع. طبعا الجماهير وين ما كانوا وباي رياضه بعطوا نكهه للرياضه اللي هم بيلعبوا فيها. حتى لعيبه السله لما يشوفوا هيك جمهور جاي يدعمهم اكيد بدهم يعطوا كل اللي عندهم الاداء الافضل. اداء افضل بكثير يعني. صح. احسن يعني الفريق لما يجي بده يلعب مثلا مباراه ما يلاقي حد حواليه بده يؤدي اداء يعني شوي قليل بس. صح. لما يشوف الجماهير هاي كلها جاي تسانده بده يعطي كل اللي عنده. صح. فكانت اجواء كثير حلوه صراحه. صح. طيب بمباريات المنتخب كنت مرات هيك تيجي تدعم وتتفرج وهيك؟ للسله كنت برضه اجي. ايش كمان عندك مواهب؟ بلاي ستيشن بتعرف تلعب؟ بلاي ستيشن اكيد بعرف. حريف؟ فيفا. ولا طيب مع مين بتلعب بلاي ستيشن بالعاده؟ بالعاده والله بلعب مع صاحب الي بس هذا ما لهوش يعني ما لهوش دخل في الرياضه. صاحب الي من برا. مين بفوز بالعاده انت ولا صاحبك؟ يعني زي بعض بس بتصير تحدي. اذا صار التحدي بنقطع بعض. حلو صراحه. وبالبيت اخوانك وهيك بتلعب؟ بنلعب. محمد اخوي كمان لعيب فيها. بس طبعا انا اقوى منه. انت اللي معلمهم طبعا. برافو. طيب تروح نلعب بلاي ستيشن؟ يلا. مع مين بدك نلعب؟ نجيب حي الله واحد. مين برايك؟ بحكي لك مع واحد صاحبي بيلعب معي بالنادي. ايش اسمه؟ علاء ابو دية. كويس لعيب. حريف؟ حريف انا بعتقد انه راح يفوز علي. خلص يلا تعال نلعب بلاي ستيشن. قبل ما نبلش فقرة تحدي البلاي ستيشن لقينا قدامنا البلياردو. بسأل مهند كيفك انت والبلياردو؟ شو حكيت لي؟ يعني كويس مش كثير فيها بس يعني منيح. من مشي. شو رأيك نعمل هيك تحدي بلياردو خفيف لطيف نشوف مهاراتك شوي؟ يلا تمام جاهز انا. يلا يلا خلينا نشوف مهند ابو طه بلعب بلياردو. احنا جايين نلعب بلاي ستيشن مع صديقي واخوي علاء ابو دية وهسه بدنا نختار الفريق وبدنا نتحدى بعض. طبعا التحدي راح يكون قوي. انا بالنسبه لي راح اختار باريس سان جيرمان. شو الفريق اللي بدك اياه؟ ريال مدريد. ريال مدريد. يلا نقي الفريق اللي بدك اياه. اصبرت.
مباراة مثيرة وتثيرة عملية بمتعة وإثارة. كم ساعة؟ ساعة. مدريد. واحد شو بتحكي بعد الخسارة؟ ألف مبروك أخوي وطاها. إيش؟ ألف مبروك. بس. لعيب على الحقيقة وال. شاطر الله يعطيك العافية حبيبي. دائما هيك طبعا أنا دائما فايز عليه. هلا وصلنا لفقرة الأسئلة والكاميرا الخفية، رح نخبي كابتن مهند أبو طه ونشوف شو رأي الناس فيه بكل شفافية ووضوح. شو رأيك بكابتن مهند أبو طه خصوصا أنه لساته يعني عمره 20 سنة وعم بقدم أداء منيح؟ بدك إيجابي ولا سلبي؟ اللي بدك إياه بشفافية ووضوح. هسه نحكي على الإيجابيات صراحة، يعني كابتن مهند أوكي هو من اللعيب اللي طالع جديد في نادي الوحدات من الفئات، طبعا لاعب مجتهد، لاعب بصراحة أثبت حاله وقدم للكرة الأردنية، يعني خلينا نقول لاعب مميز، كان صاعد من الفئات وصار محط أنظار المدربين اللي في المنتخب الوطني في الأردن. طبعا يعني أنا بحكي إنه هذا اللاعب صراحة نحكي عن سلبيات إذا موجود. يعني السلبيات إذا موجود. لا ما شاء الله عليه، يعني هو لاعب يعني زي ما بنحكي صغير في العمر لسه قدامه، وإن شاء الله بالملعب كثير والكثير راح أكيد يستفيد من إخوانه اللاعبين اللي خلينا نقول لاعبين الخبرة. بس في حادثة مرة صارت معانا بذكر في ملعب، مهند كان ماشي في كرة وبنادي عليه من اول ملعب، مهند وحط راسه الارض مهند وصل الجول ولا بنادي عليه. الاخير ضيعها بس لا مهند ما شاء الله عنه من اللاعبين المحترمين، طبعا صنع له انا مش عارف 4-5 جوال الموسم الماضي على الخفيف يعني من غير ما ما شاء الله. لا ما شاء الله عليه، ان شاء الله مزيد من التقدم، الله يوفقه ان شاء الله. يعني بالصلاوي اكيد يعني شيء طبيعي. احكي لي عن حبك للنادي الفيصلي. يعني شعور يعني حبي للنادي الفيصلي شيء ما بنوصل في الصراحه. هلا نخلي الانديه على جنب ونسال عن اللاعبين كافراد. اللاعب مهند ابو طه بنادي الوحدات الموسم الماضي كيف شفت اداؤه؟ يعني اللاعب مهند ابو طه لاعب ممتاز، هو شاب صاعد، يعني انا بتمنى له التوفيق، كثير ممتاز كان، وكان من هو يعني كيف بدي احكي لك، هو كان بنات حاله بالضبط كابتن. ايش الصدفه هي؟ احنا عاملين كاميرا خفيه اساسا مخبيين مهند. حبيب قلبي كابتن، الله يسعده، الله يوفقه كمان، الله يكفيه، شيء بجنن اداءك، الله يوفقه. من اللاعبين القويين والممتازين عندنا بالفئات، اثبت وجوده السنه الماضيه وشو اسمه محط انظار لكره القدم الاردنيه ولا كابتن مهند. هلا والله، هلا ما شاء الله عليك مهند ابو طه، ما شاء الله عليه لاعب صاعد، يعني صحيح هو خصمي بس برضه زميلي في نفس الوقت، يعني مع الانديه بكل شفافيه حكينا يعني لاعب من اقوى لاعبين الاردن الصاعدين، يعني راح يكمل طريقه في اوروبا، بتمنى له كل خير. انا يعني كثير كويس، لعبت معه 7 مواسم. هلا مهند
كيف حالك؟ سمعت انكم اصحاب. عزيز علي والله. لعبت معه 7 مواسم ضده، يعني دائما خصمه. تحكي على أدائه مش على الصحبة، على جنب. على أدائه أكثر لاعب وخصم غلبني في الملعب. بداية بدي أحكي عن الكابتن مهند، ما شاء الله عنه والله، عنده تكتيك في الملعب وشفناه الموسم الماضي، وبتمنى له كل التوفيق.